احكيلي ازاي بدأتي فكرة جرين هاوس؟ بصي، احنا كنا انا وزوجي، هو شريكي كمان، يعني احنا الاثنين اونرز والكو فاوندرز. يعني في 2016 كنا في زيارة مطولة قوي لامريكا وقعدنا كذا شهر، وكانت السالدز دي لما لقيتها في السوبر ماركت كانت بالنسبة لي، انا من عشاق السلطة بس انا ما بحبش اقطع حاجة بصراحة، يعني انا كسولة جدا جدا في موضوع المطبخ ده. يعني بالكاد ممكن اعمل المين ديش، بس حركات بقى جنبيها وسلطة وشوربة وحاجات، لا يعني طاقتي كلها بتروح للمين ديش. وده حال ناس كتير، يعني ده حال ستات كتير خصوصا اللي بيشتغلوا او اللي عندها اولاد كتير، يعني مش بالضرورة تكون بتشتغل. فكانت دي بالنسبة لي انا كان حل رائع، طبق سلطة جاهز وحط عليه دريسنج واي حاجة عندي في التلاجة انا نفسي احطها، بروتين نباتي او حيواني، وبالنسبة لي وجبة متكاملة. الموضوع خلص على طول. خلص خلاص. لما رجعنا مصر فقلت بقى اكمل في العادة اللي انا يعني ابتديتها. فما كانش المنتج ده موجود افيلبل يعني في مصر، فانا وهاني قررنا ان احنا نسيب شغلنا، هو ساب الكوربريت يعني لايف، وانا كنت طول عمري تيتشر، كنت هاي سكول تيتشر، فسيبنا مجالنا احنا الاثنين، وقررنا ان احنا يعني طالما في جاب في الماركت، ما فيش المنتج ده في مصر، فطب وليه لا، ليه ما يبقاش موجود زي بره يعني. وقررنا في 2017 ان احنا نبدا يعني الشركه مع بعض. كانت طبعا في البدايه محدش عارف ايه المنتج ده، وكان بقى يجي لنا اسئله كتير، وكنا ساعات انا حتى كنت بنزل ساعات سوبر ماركت بنفسي انا وهاني، نقف كده جنب التلاجة ونشوف هل الناس بتتفقد حتى تشوف ده ايه. كان ردود افعال الناس كانت ايه ده، ليه في كيس، ليه في سلطة في كيس طب هي دي نظيفة يعني ناكلها على طول، ولا محتاجة تتغسل، ولا محتاجة تتقطع؟ يعني كان موضوع جديد تماما. بس الحمد لله سنة ورا سنة، احنا السنة دي ده تقريبا تامن سنة لينا في السوق المصري، ما شاء الله. لا الحمد لله، يعني الناس عجبتها الفكرة. وعايز افاجئك بقى ان رغم ان احنا يعني بنعمل يعني تسويق وماركتنج وبنحاول نوصل يعني لكل الستات اللي في الشريحه اللي احنا بنتارجتها، ما وصلناش حتى ل 10% من العدد اللي احنا عايزينه. يعني في لسه 90% من التارجت ماركت بتاعنا مش عارفين ان احنا لسه موجودين، او ان احنا بنسهل لهم ان هم ياكلوا ورقيات اكتر وخضار اكتر. طبعا انا مش طبيبه، الدكتور يفيدنا اكتر في الموضوع ده، بس اعتقد انه حتى لو كلت مره من ضمن الوجبات بتاعت اليوم طبق خضار، اعتقد يعني مش هتخس، بس ده انت هتبقى صحتك هايله يعني. لا ان شاء الله تحققي حلم توصلي ل 100% ان شاء الله يا رب. يا مسهل. طب مريم، كلمينا اكتر عن انواع المنتجات اللي بتقدمها جرين هاوس، يعني هل هي بخضار بس ولا في حاجات تانية غير الخضار؟ احنا يا دكتور بدانا خضار، بدأنا بأربع خمس أصناف، وبعد كده لما لقينا فيه إقبال كويس زودنا في الفرايتي أكتر. طيب. يعني في حاجات فيها جزر، في حاجات فيها كرنب أحمر، دي الحاجات اللي احنا معينا صح كده؟ دي سامبل. طيب. يعني أنا طبعا مش هقدر أجيب اللي هما 52 منتج، ما شاء الله. فكتير. ليه احنا عاملين كده؟ احنا عايزين تنوع، لأنه في ناس مثلا كاستمرز كتير أو أنا على تواصل دايركت بالكاستمر يقول أصلا أنا مش بحب الكرنب، اصل انا ما بحبش الخاص الكابوتشا، بحب البلدي. فاضطرينا ان احنا سنه ورا سنه نزود الرينج عشان تتوافق مع كل الاذواق يعني. فعندنا المين برودكت اللي هو السالد باجز، ودي طبعا صناعه جديده في مصر. هي شكلها يفتح النفس بصراحه. تسلم ايديك يعني. يا رب تسلم. هي طبعا هايله، يعني بقول لك بمنتهى السهوله تاكل ورقيات وخضروات وتنوع بقى. يعني انا عندي في البيت ممكن اعمل اجيب كيسين ثلاثه ومكس ما بينهم واعمل الوان كتير، فهي ظريفه يعني. وعندنا سناكس صحيه، يعني الشيري توميتوز، البيبي كارتس، دي ما حدش بيعملها في مصر غيرنا، دي بتبقى جزره بس صغيره على قد البايت بتاعك. أوكي. فدي طبعا سناك هايله. انا شايفه كمان في صوصز وفي دريسنجز. بعد سنتين تقريبا قلنا الله، طب ما احنا عملنا سلطه نعمل الدريسنج بتاعها. والميزه انه ما فيهوش مواد حافظه، ما فيهوش مكسبات الطعم والريحه. يعني مثلا دايما السيزر بيتعمل بانشوفيز وجبنه بارميجانو، لا احنا بشرينهم وحاطينهم في الصوص علشان تبقى مش مجرد فليفر مركب كيميائي مضر، لا هو زي ما انت هتعملي دريسنج بضمير كده في البيت، فطعمه حلو. وحتى معلقه منه واحده دايما بقول للكاستمرز، لانه احنا متعودين نزود في الدريسنج، لا ده هو مركز جدا، معلقه واحده بس على البول بتاعه السلطه كفايه جدا كمان عشان ما تبقاش فيه كالوريز كتير.
حلو. وعندنا حاجات مستويه اوريدي اللي هي زي الذره والبنجر مستويين بس مش مسلوقين، هم مستويين بطريقه اسمها سوفيد. دي يعني بتسوي الحاجه من غير ما تدخلي فيها ميه عشان تحتفظ بالجوسز بتاعتها والفيتامينز. وقت ممكن وبتستوي سلو كوكينج بقى، بتاخد وقت طويل. فطبعا بتطلع الحاجه مش مسلوقه ما فيهاش ميه يعني. ففي رينج كبير قوي من الخضروات احنا بنقدمه تسهيلا على الناس اللي هي تاكل خضار، اللي هو ما فيش حاجه بقى ناكل خضار. برافو عليكي. طب هل جرين هاوس اهتم بالناس اللي عندها حساسيه مثلا من الجلوتين او عندها مرض السكر او بصي ما فيش حاجه عندنا فيها جلوتين خالص. اوكي. وما فيش اي حاجه فيها سكر. حلو. يعني هي كلها مواد طبيعيه. فاعتقد ان هي سيف للي عندهم حساسيه من الجلوتين لان هي جلوتين فري، هي كلها خضار. حتى الصوصز والديبس عندنا، يعني عندنا حاجات تانية اللي هي بيسموها بالعربي تغميسة، كلها معمولة من خضار. يعني مش هتلاقي فيها أي مواد مصنعة، هي توم فريش، بصل فريش، طماطم فريش، أفوكادو فريش، كلها حاجات فريش. حلو جدا. عشان كده حتى صلاحيتها صغيرة، يعني هي شهر بعد الفتح ولازم تبقى في التلاجة مبردة. أوكي. غير كده هبوز، لان مفيش حاجة تساعدها ان هي تفضل محتفظة يعني بالصلاحية بتاعتها غير ان هي مبردة.